مشاهدينا تنضم الآن معنا وعلى الهواء مباشرة محللة أسواق في مجموعة إيكوتي السيدة نادية البلاسي. أهلا بك سيدة نادية. أبدأ معك من الأسواق العالمية. تسجل بورصة وول ستريت ارتفاعات رغم الأزمات الاقتصادية التي من أبرزها التضخم، كيف تعللين ذلك سيدة نادية؟ نعم تفضلي. صحيح، يعني اهلا وسهلا. اولا شهدنا ارتفاعات كبيره في وول ستريت، وذلك طبعا من نتائج ارباح الشركات التي جاءت في يعني ارتفاعات وتقييمات الى الربع الجاي باعلى من المستويات المتوقعه. يعني شهدنا سيكون في نتائج اكثر ويعني اكبر من التوقعات، وطبعا في نمو كبير في هذه الشركات واقبال كبير على قطاع الارتفيشال انتليجنس الذي ايضا قام بيعني نتائج مهولة، ويعني رفع هذا القطاع التكنولوجيا بالخصوص. ولذلك نرى أن الاس ام في 500 ونرى الناسداك وكل هذه المؤشرات يعني المؤشرات المالية تقود وول ستريت إلى الارتفاعات وتسجل ارتفاعات ونمو أكبر. كما شهد نمو الولايات المتحدة نمو اقتصاد ما يقارب 3.2%. طبعا هذا كان يعني ارتفاع من كمان الربع الأخير الذي شهدناه عند مستويات 5%. فيعني هذه الارتفاعات يتم في إقبال في الاستثمار أيضا في خصوصا بما يتعلق بالقطاع الأسهم العالمية. طيب سيدة نادية، ماذا عن الصين؟ هل سيستمر الضعف الذي نشهده الآن أم هناك يعني تغيرات ربما ستحدث؟ طبعا في الصين الوضع يختلف تماما. يعني من بعد البروبرتي سيكتور او قطاع العقارات الذي راى انخفاضات مهوله، وطبعا بعد الليكويديشن بتاع ايفرغراندي كشركه، هذا يعني اثر بشكل سلبي كبير على يعني الايكونومي في الصين، وذلك ايضا عكس هذه السلبيات الى ضعف في الاسواق الاسيويه يعني بشكل عام. طبعا في اسواق اسيويه مثل اليابان فيها ارتفاعات من وول ستريت، ولكن يعني تقود يعني وول ستريت تقود هذه الارتفاعات، ولكن اسواق اسيويه اخرى ترى انخفاضات ايضا بسبب ما يصير في الصين وبشكل كبير على قطاع العقارات بالتحديد. طيب هل أثرت التغييرات الجيوسياسية على الأسواق الآسيوية ربما منها الحرب الروسية الأوكرانية أو حرب غزة وأيضا ربما أزمات البحر الأحمر، هل كل هذه التغييرات الجيوسياسية هل فعلا يعني أثرت على المشهد الاقتصادي في آسيا؟ طبعا يعني هذه كمان توترات زادت في حجم المخاوف الذي نشهده. يعني طبعا في تضخم وفي أزمة مالية وفي أزمة عقارات وفي يعني أزمة الإسكان، فهذه كلها عوامل تسبب أو تشكل مخاوف كبيرة في هذا الاقتصاد الآسيوي. ولكن مثلا في اليابان نشهد أن النيكاي في ارتفاعات أيضا كبيرة. يعني النيكاي أخذ من عين الاعتبار انخفاضات أسواق الصين، وشهدناها في أسواق اليابان أن يكون في ارتفاع أو يكون الأغلبية تروح في استثمارات في اليابان والهند وتترك الأسواق الصينية. طيب سيدة نادية، أنتقل معك إلى أسواق السلع. هل ستستمر ارتفاعات المعدن الأصفر؟ وكيف ترين يعني مستقبل هذا المعدن الثمين؟ طبعا توجيهاتنا للمعدن الأصفر هذه السنة يعني تستمر في الارتفاعات بسبب خفض أسعار الفائدة التي ننتظره في يونيو، والأسواق يعني تتأثر بشكل كبير بهذا الحدث. يعني كنا منتظرين أو نترقب خفض أسعار الفائدة اعتبارا من يونيو، كان الأول في مارس، ولكن يعني أعضاء الفدرالي قالوا بأن يعني بسبب البيانات الاقتصادية في من أمريكا التي تعكس نمو اقتصادي وتعكس نمو في قطاعات كل من المانيفاكتشرينج والخدمات أيضا، فلذلك نرى أن يعني خفض أسعار الفائدة يزيد من يعني
الاتراكتيفنس بتاع المعدن الاصفر. فممكن نشوف ان طبعا كمان البنوك الكبرى صرحت ان ممكن نرى ارتفاعات بنسبه يعني 2100 دولار بالنسبه الى الاسعار الذهب المستويات القياسيه. وممكن ايضا ان بعد هذه يعني بيانات التضخم اليوم التي ممكن نشهدها ممكن ان نرى البعض من التقلبات، ولكن على المدى الطويل سنرى ان اسعار الذهب بالفعل تتجه الى ارتفاعات قياسيه. طيب، من المقرر سيدة نادية صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصية الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني في وقت لاحق من اليوم، ربما ما أهمية هذه البيانات برأيك؟ طبعا بيانات مهمة جدا، وأوريدي يعني شفنا تسارع في بيانات التضخم من شهر يناير بسبب يعني طبعا من بعد السانتا كلاوز رالي وبسبب الفيكيشنز ويعني هذه الأشياء التي تثير في شهر ديسمبر وشهر يناير، فيكون في استهلاك أكثر وصرف أكثر. لذلك شهدنا طبعا أن التضخم تسارع، حتى CPI numbers تسارعت في شهر يناير، فممكن يعني من المقرر أن نرى ارتفاع بنسبة 0.4% في هذا الانديكيتر. وسيكون جدا مهم ايضا ان نحن يعني نعتمد ان خلاص الخفض سيكون في يونيو، لان الان تراجعت توقعاتنا لخفض اسعار الفائده من 6 مرات هذه السنه الى 3 مرات هذه السنه، فلذلك هذا الانديكيتر سيكون جدا مهم اليوم. طيب سيده ناديه، ماذا عن اداء كل من اقتصاد اوروبا والمملكه المتحده ايضا، خصوصا مع دخول المملكه في ركود ربما تقني؟ صحيح، يعني مقارنة مع الولايات المتحدة الآن المملكة المتحدة تشهد ركود تقني، ولكن يعني في مؤشرات كثيرة أيضا تقول أن يعني لسه في بعض يعني المؤشرات الإيجابية، مثلا قطاع الخدمات لسه في إيجابية، ولكن تقني يعني مش ركود بشكل يعني بشكل إجمالي. ولكن طبعا المملكة المتحدة تعاني، حتى الباوند يعاني من التراجعات في ظل ارتفاعات الدولار بسبب البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تأتي من الولايات المتحدة، ما عدا الريتيل سيل الذي انخفض بشكل كبير -0.8%. واقتصاد اليوروزون أيضا يعني نرى مؤشرات سلبية كبيرة من اليوروزون، فيعني هذه المناطق لسه ممكن يحصل أيضا ركود بشكل إجمالي، ولكن بالمقارنة مع الولايات المتحدة ممكن أن نرى أن الولايات المتحدة لسه فيها قوة ولسه فيها نمو اقتصادي كبير. طيب سيدة نادية، دعينا نتكلم عن أزمة الديون العالمية. الدين العالمي ارتفع لمستوى قياسي جديد عند 313 تريليون دولار بنهاية عام 2023، فهل نتجه لربما لأزمة جديدة برأيك؟ يعني نشهد مرونة بشكل كبير في يعني بما يتعلق بالدت، يعني نرى أن في مرونة، ولكن طبعا ارتفع بنسبة 15 تريليون، وهذا يعني نوعا ما سبب في مخاوف وقلق في السوق. ولكن إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة، كل ما يكون في ديون أكثر يرفعون من سقف الدين، فيعني في مجرد حلول طبعا، وطبعا الدول الناشئة أيضا رفعت من سقف دينها وارتفعت هذه المحاور بشكل يعني كبير في هذا النطاق. لكن سيدة نادية، يعني 313 تريليون دولار بنهاية عام 2023، هذا رقم كبير، يعني هل فعلا ستكون هناك أزمة ربما؟ يعني هو 15 تريليون أكثر يعني أكثر من عقد ما شفنا هذه الأرقام، طبعا تسبب مشاكل كبيرة، ولكن زي ما قلت أنه في مرونة أكبر في الاقتصادات الآن، وان هم يزيدوا مساحه للسقف الديني، وايضا ان في استهلاك كبير واستثمارات كبيره، فيعني هذه المشكله يعني سنواجهها بشكل كبير في هذا العام.
طيب سيدة نادية، أنتقل معك من أزمة الديون العالمية إلى نمو الاقتصاد العالمي. ما هي توقعاتك لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 هذه السنة؟ وأيضا ما هي أبرز الأزمات الاقتصادية التي ستبقى حاضرة وبقوة في هذه السنة تحديدا في رأيك؟ يعني مع ارتفاع أسعار الفائدة لمدة أكثر من المتوقع، يعني أكثر من يونيو مثلا، هذا الشيء سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد طبعا. ولكن يعني سيكون في تباطؤ في النمو، مثل ما قلت أنه في الكيو 3 شهدنا نمو بالقرب من 5%، وفي الكيو 4 3.3%، طبعا أتكلم على الولايات المتحدة، فنشهد تباطؤ بالفعل. ولكن طول ما في استهلاك وطول ما في نتائج أرباح جدا مرتفعة وطول ما في أنه يعني اهتمام بهذه المؤشرات، ممكن أن تدعم الأسواق المالية إلى ارتفاعات أكثر. فنعم نتوقع أو الأسواق يعني تسعر من الآن تباطؤ في النمو الاقتصادي، ولكن هو لسه ما زال في مستويات مرتفعة. ولكن إذا أعضاء الفيدرالي والسنترال بانكس pushed back أو خلوا أن يعني خفض أسعار الفائدة أزلوه إلى على المدى الطويل أكثر من ذلك، ممكن أن نشهد مشكلة في هذا السياق. طيب سيدة نادية، يعني دعيني أستغل وجودك معنا وحضرتك محللة أسواق، كيف ترين مستقبل البيتكوين؟ هذا سؤال يعني مهم جدا، خصوصا في هذه الأيام وبعد أن وصل سعر البيتكوين إلى أكثر من 60,000 دولار، ربما وصل قبل قليل في التقرير إلى 63,000 دولار. لماذا هذا الصعود ولماذا هذا الاهتمام، وكيف ترين مستقبل البيتكوين؟ طبعا يعني هذا الاهتمام اخذ زخم كبير من بعد جراي سكيل وبلاك روك اي تي اف. هذه الصناديق جدا يعني عملت اريحيه بين المستثمرين في الاستثمار في البيتكوين والكريبتو كرنسيز، لذلك يعني نرى ان هذه العملات الرقميه تشهد المزيد من الارتفاعات، وكمان توجيهات البنوك الكبيره توجه بأن هذه العملات سترى ارتفاعات أكثر من 100,000، يعني فستستمر هذه سيستمر هذا الزخم الكبير في العملات الرقمية بسبب طبعا الـ ETFs والجرين لايت من الـ SEC يعني. نعم سيدة نادية البلاسي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا محللة أسواق في